ده صورة وتعليق. شوف ضحى، في هذه الفقرة كالعادة نبغى نستعرض مجموعة من الصور أو صورة وكمان نسمع تعليقك عليها. جاهزة شوف ضحى؟ جاهزة دايما. يلا جاهزة. خلينا نشوف الصورة. طبعا هذه رسمة كاريكاتير للناس تتسوق وتقول لازم نضاعف الجهد هذه الأيام، يعني تنزل 24 ساعة المول من بعد صلاة الفجر، ينزلوا على المولات إلى يرجعوا البيت، ينزلوا أكياس ويرجعوا ثاني مرة ويروحوا المول. والله العظيم إني أنا سويتها، أنا ما أقدر أعايب على هذا الموضوع لأنه فعليا كأن العيد يقول فجأة سبرايز أنا عيد. طب شوفوا كل شيء يصير في الأيام الأخيرة، وأنا من هذا النوع بصراحة. والله كل الناس حتى يفتحون السوق 24 ساعة، أنا حطيت قطع زبدة وهذه الخطوة مرة ضرورية. أيوة. تعطيكم كذا شيء مو طبيعي، وحنكتم الحين. حلو، اخر 10 دقائق ربع ساعه. يلا طيب وحنسولف. يلا خليني طيب. كذا اسمع منك يا شيف ضحى ايش رايك، يعني ما ابغى اقول للاسف انه هي، يعني انا احس انه هي من جماليات بصراحه هذا الشهر، ان الواحد يضغط نفسه في السوق وينزل في الليل ينزل في النهار، بس بيني وبينك انا احب انزل السوق بعد الفجر، احس انه اخف زحمه. عاد انا عارفين رايي بالسوق. طيب انا طيب. اصلا يعني خلاص قطعت السوق نهائي، لا زين لا منيح ولا ردي. والله اي والله خلاص ريحت نفسي، ريحت ملائكتي.